كم مرت بنا أيها الإخوة من معاصي، وكم وقع منا من تقصير. السؤال: كم مرة بكينا على ذنوبنا؟ كم مرة بكينا على معاصينا؟ كم مرة جلس أحد منا مع نفسه يستعرض شريط أعماله، شريط سيئاته، شريط أخطائه، فنزلت منه عبرة وسالت على خده خوفا من الله عز وجل؟ كم؟ اسأل نفسك وأنت أعلم بها، متى آخر مرة بكيت حزنا على معصيتك؟ كم مرة أو متى آخر مرة بكيت خوفا من الله عز وجل أنك قارفت معصيته وعصيت الله عز وجل وهو يراك ويطلع عليك؟ متى آخر مرة خرجت منك دمعة هي ألم أو تعبير عن ألم قرص قلبك وآلم فؤادك لأنك عصيت الله عز وجل؟ ما دام هذا الحس موجودا في القلب أيها الإخوة، وهو حركة القلب خوفا من الله سبحانه وتعالى على الذنب والمعصية، فهذه علامة إيمان، فهذه علامة إيمان. ولا يزال القلب فيه حياة ما دام يحس بألم المعصية ووخز الذنب، لكن الخوف، كل الخوف أن تستمر الذنوب على القلب، فلا يبالي الإنسان، فلا يبالي الإنسان حتى ربما مر عليه في اليوم الواحد عدة ذنوب ولم يتأثر، ويكون الذي يغره ستر الله عز وجل. يغره ستر الله سبحانه وتعالى وحلمه على من عصاه، فيستمر، يستمر كما قال أحد السلف لما سمع قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ فقال: ستورك المرخاه يا رب، ما غرك بربك الكريم؟ قال: ستورك المرخاه. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علينا وإياكم في التائبين، وأن لا يجعلنا ممن غرهم ستر الله الكريم الحليم. اللهم لا تجعلنا ممن غرهم سترك ولا غرهم حلمك، اللهم لا تجعلنا ممن اغتر بحلمك ولا بسترك.